المكتب الولائي وعلى رأس السيد أمين الولائي سيد سعيد سعيد. يعني عندنا واحد السيد وعند الشخص يعني دائما يحضر معنا ويغطي حتى كل أحداث على مستوى الولاية. تغطية يعني بسيطة ولكن الحضور تاعه يعني مكثف، تلقاه هنا تلقاه في كل الآخر مناسبات. وعلى هذا احنا الحزب دار عندي ما بغاش يفرط في هذا الشخص هذا، وأبى إلا أن يكرمه بشهادة رمزية، ونرجو أن يتقبل هذه الهدية منا، وهو السيد رمضان مزاقة. رمضان مزاقة معروف وغني التعريف، يكرم بهذه المناسبة ويسلم له الشهادة.